بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نكمل مع بعض محاضرات تحليل المياه أو الووتر ديسيلينيشن. وكنا قبل كده نفتكر مع بعض خدنا طرق مختلفة لعمليات التحلية، اللي هي الطرق خدنا من الطرق الثيرمال ثلاث طرق. أول طريقة كانت سينجل إفكت ديستليشن، و بعدها خدنا المالتيبل افكت ديستليشن، وبعد كده المالتي ستيج فلاش. النهارده ان شاء الله هناخد برضو طريقه من طرق الثيرمال ديسالينيشن، اللي هي فيبر كومبريشن، ان احنا نعمل ووتر ديسالينيشن باي فيبر كومبريشن. الحقيقه الثلاث طرق اللي احنا شفناهم قبل كده كانوا بيتفقوا على حاجه، ان هم بيستخدموا مصدر تسخين خارجي او مصدر بخار خارجي في عمليه تسخين السولت ووتر، على بغرض ان هو يتبخر في الايفابوريتور او في الستيجز بتاعت المالتي ستيج فلاش. فكان مصدر الحراره ان انا بستخدم بخار خارجي بيبقى جاي من بويلر، او نفتكر كان بيبقى ساتوريتد فيبر بحيث ان هو يكسب حرارته للسولت ووتر وبعد كده يتكثف ويرجع تاني للبويلر. في طريقة الفيبر كومبريشن الاختلاف الجوهري بينها وبين الثلاث طرق اللي احنا شفناهم قبل كده دول، ان هي ما بتستخدمش مصدر بخار خارجي، لا هي بتستخدم البخار الناتج من العملية نفسها في عملية التسخين. ازاي ده يحصل؟ ان احنا ناخد البخار الناتج ونعمل له كومبريشن. كومبريشن ايه الغرض منه؟ ان انا اخلي البخار ده يتكثف عند درجة حرارة اعلى من درجة التبخير الطبيعية بتاعته. هنشوف مع بعض اول طريقة من الفيبر كومبريشن، اللي هي الميكانيكال فيبر كومبريشن، ومن اسمها كده يعني ان انا بعمل كومبريشن للفيبر عن طريق طريقة ميكانيكية، يعني عن طريق كومبريسور. تمام؟ وممكن اعمل فيبر كومبريشن بطريقه ثيرمال عن طريق اجكتور وتاثير الفاكيوم جوه الاجكتور في انه يسحب البخار ويرجع يضغطه تاني. بعد كده هنتكلم على كيفيه عمل كومباينيشن ما بين طرق التحليه المختلفه، وهناخد منها على سبيل المثال ازاي اعمل كومباينيشن ما بين ثيرمال فيبر كومبريشن اللي احنا هنشوفها النهارده في محاضره النهارده مع ميكانيكا مع مالتيبل افكت ديستليشن. يبقى المالتيبل افكت ديستليشن اعمل كومباينيشن مع الثيرمال فيبر كومبريشن. تمام؟ وممكن اعمل كومباينيشن ما بين مالتيبل افكت ديستليشن اللي هي الام اي دي مع الميكانيكال فيبر كومبريشن. ان شاء الله دي العناوين الرئيسيه لمحاضرة النهاردة. السنجل افكت ميكانيكال فيبر كومبريشن اللي هنبدأ بيها دي تعتبر من الطرق الاتراكتف نسبيا بمقارنة بالحاجات اللي هي سنجل افكت او سنجل ستيج، يعني الحاجات اللي هي احادية المرحلة او ذات المرحلة الواحدة. يعتبر السنجل افكت ميكانيكال فيبر كومبريشن الجاذب. جاذبه ليه؟ لانه هو بيتمتع بكذا ميزه، من ضمنها ان هي السيستم نفسه كومباكت وكونفايند، يعني محدود بمساحه معينه، وممكن يبقى كل الكومبوننت بتاعته ملمومه في مكان مش كبير. ما بيحتاجش طبعا زي ما اتفقنا لاكسترنال هيتنج سورس، وان مصدر الباور بتاعته او مصدر الانرجي هي الكتريكال باور، فبالتالي بتبقى الى حد ما مريحه. لما تركزت نسبة الأملاح في البراين برضو بتسحب الريجكتد براين ويدخل على البري هيتر يكسب حرارته للفيد ووت. تمام؟ ما انساش ان انا دايما عندي بيبقى فيه مشكلة نون كوندنسابل جازز اللي احنا اتكلمنا عنها في الطرق اللي فاتت كلها، ان انا لازم اتخلص منها من السيستم. طبعا احنا اتكلمنا عن مصدرها قبل كده اللي هي بيبقى مصدرها ديسولفد اير جاي مع السي ووتر او مع السولت ووتر، وبيبقى بمكوناته بقى سواء اكسجين نيتروجين او ثاني اكسيد الكربون، او ممكن كمان بيبقى جاي
عن طريق بعض الأملاح البيكربونات اللي هي بتبقى ذائبة في المية لو بتتحل بينتج عنها ثاني أكسيد الكربون أو ليكج من الهواء المحيط. فالمهم إن لازم أتخلص منها لأن دي بتعمل ديجريديشن لعملية الهيت ترانسفير، لأنها بتعمل طبقة ما بين الفيبر وما بين الكوندنس. نلاحظ مع بعض ايه هي مكونات السيستم اللي قدامي. لو احنا شفنا كده هنلاقي فيه اربع مكونات رئيسية. الاربع مكونات الرئيسية زي ما احنا شايفين اللي هو اول حاجة الميكانيكال كومبريسور. الميكانيكال كومبريسور ده يعتبر هو قلب الوحدة، لان ده يعتبر هو مصدر الباور اللي انا بشتغل عليه. وفي الافابريتور وفي البري هيترز، في كمان عملية التخلص من الغازات غير قابلة للتكثف أو نعتبر ممكن نسميه الفنت سيستم. وفي كمان المفروض إن يبقى عندي هنا بامبس للديستليت والبراين. يبقى الأربع مكونات الرئيسية الكمبريسور، الإفابوريتور، البري هيترز، الفنت سيستم والبامبنج سيستم فور بوث ديستيليت اند براين ووتر. الاحظ كمان ان الافابوريتور هنا والكمبريسور يعتبروا يونت واحد، يعتبروا يونت واحده، لان هو عشان كده بنقول عليه من مزايا السيستم ده ان هو كومباكت وكونفايند. تمام. كمان لو جينا نبص على الافابوريتور، الافابوريتور بيتكون من اكتر من حاجه، بيتكون من مجموعه النوزلز اللي هي بتوزع او بترش الفيد ووتر، بتتكون من الفولينج فيلم هوريزونتال تيوبس اللي هي الهيت اكسشنجر اللي ماشي فيه البخار المضغوط، وكمان بيحتوي على السكشن تيوب. السكشن تيوب اللي هي هتسحب البخار اللي هيتبخر من مية البحر وتوديه على الكمبريسور عشان يضغط. وما انساش ان انا بيبقى عندي الميست اليمينيتور او بنسميه الديمستر اللي هو هيشيل الرذاذ اللي موجود او اللي قد يصاحب الفيبر ووتر. تمام. يبقى زي ما احنا نلخص برضو الكلام اللي قلناه ان هو بيحتوي الميكانيكال فيبر كومبريشن على خمس وحدات. سوري انا قلت اربعه، هم خمسه اللي هم ايه؟ ميكانيكال فيبر كومبريسور، الافابوريتور، البري هيترز، البراين والبرودكت بامبس، والفنتنج سيستم. طيب ده باعتبار ان البراين بامب الواحده والبرودكت بامب الواحده، يبقى كده خمسه يونتس. زي ما اتفقنا ان الكمبريسور والفابريتور يعتبروا وان سنجل يونت، وده اللي مخليه يبقى كونفايند وكومباكت. ان الفابريتور بيستخدم فولينج فيلم هوريزونتال تيوبس دي كهيت اكسشنجر، ومن مكوناته ايضا السبراي نوزلز والسكشن فيبر تيوب والميست اليمينيتور. تمام. في الفيد البري هيترز بتاعت الفيد بقى اللي هو بيتبادل الحرارة مع كل من الديستليت والبراين، الهيت اكسشنجر هنا نوعه بليت تايب. البليت تايب ده بيخلي بيشتغل عند انتيك سي ووتر والهوت ليكويد ستريمز. ده بيخلي السي ووتر او البراين ووتر بيخرج بدرجة حرارة مقاربة جدا للفيد ووتر. مزايا الميكانيكال فيبر سيستم بالاضافة لان هو كومباكت وكونفايند والكلام اللي احنا قلناه قبل كده، ان ما فيهوش كوندنسر، غياب الداون كوندنسر، ما فيش كوندنسر فيه زي ما احنا شايفين، لان الكمبريسور بيلعب الدورين مع بعض. درجة الحرارة بتاعت الفيد بتبدأ ترتفع عن طريق البري هيتر، ولما تدخل الإفابوريتور بترتفع أكتر لحد ما توصل للبويلنج تمبريتشر. تمام. ألاحظ إن هي هنا
البويلنج تمبريتشر اعلى من الفيبر تمبريتشر بمقدار البويلنج بوينت اليفيشن. كمان لو جينا نبص على التي اس اللي هي بتاعت الستيم، طبعا بتبقى درجة الحرارة اعلى، كوندنسيشن تمبريتشر اعلى من البويلنج تمبريتشر بتاعت الفيد ووتر، واعلى طبعا بالتالي من الفيبر تمبريتشر. لو بصينا على التمبريتشر بروفايل بتاع البري هيترز هنلاقي الاتي: الكولينج ووتر او يعتبر السي ووتر اللي جاي هترتفع درجة حرارته طبعا الى ان تصل الى درجة حرارة الفيد، اللي هي درجة حرارة الفيد اللي داخل على الفابوريتور. ده شرح للي حصل في البروفايل، ان درجة الحرارة بتاعت الفيد سي ووتر ارتفعت من التمبريتشر بتاعت الفيد الى او من الكولينج ووتر الى درجة حرارة الفيد اللي هي التي اف. تمام. بعد كده الدرجتين الحرارة بتوع البراين وبتوع الديستليت انخفض درجة حرارتهم هما الاثنين الى التي اوت من البري هيترز. في ميزه تانية او مزايا تانية للسنجل افكت ميكانيكال فيبر كومبريشن، ان هو بيتمتع بلونج لايف تايم، يعني مده عمره، عمر التشغيل بتاعه بيبقى عالي. سمبل سي ووتر انتيك اند بريتريتمنت، يعني الانتيك بتاعه بيبقى بسيط في الديزاين بتاعه وبسيط في التكلفه بتاعته. البري تريتمنت برضو ما بيبقاش عالي او ما بيحتاجش بري تريتمنت عاليه. كونه بيستخدم هوريزونتال فولينج فيلم تيوب كونفيجريشن في الفيبريتور، دي طبعا بتتميز بهاي هيت ترانسفير كوفيشنت، فبالتالي بيبقى الكفاءه بتاعته عاليه في عمليه انتقال الحراره. برضو من المزايا ان هو موديولر تايب، معناها ان هو معياري، بمعنى ان هو لو انا عاوز اكبر الكباسيتي بضاعف الوحدات، بتبقى يونتس متشابهه بس بكبر عددها، فبالتالي دي بتبقى ميزه. البرودكت بتاعه بيبقى هايلي بيور، بيبقى فيه فلكسبيليتي مع اللود فاريشن، لما احب اغير الفاريشن بالتحكم في درجات الحراره سواء للبري هيتر او الايفابوريتور او حتى بتحكم في الضغط بتاع الكمبريسور. يبقى ده احنا شفنا كده مع بعض السنجل افكت ميكانيكال فيبر كومبريشن، اللي هو بيستخدم الكمبريسور او ميكانيكال كومبريسور في عمليه انضغاط البخار الناتج من نفس السيستم علشان هو يصبح مصدر الحرارة بتاعه ولا يستخدم مصدر حرارة خارجي او لا يستخدم بخار خارجي. هنبدأ نشوف سنجل افكت ثيرمال فيبر كومبريشن. هو الغرض عندي ان انا يحصل كومبريشن للفيبر. الطريقة الاولى شفنا ان الكومبريشن ده يتم بطريقة ميكانيكية، الطريقة دي هنشوف ازاي يتم بطريقة. نبدأ كلامنا بالفلو دياجرام بتاع الثيرمال فيبر كومبريشن. برضو زي ما اتفقنا عاوزين نشوف مع بعض
المسار ماشي ازاي. فزي ما احنا شايفين كده الانتيك سي ووتر هيدخل على هيت اكسشينجر. الهيت اكسشينجر ده في الحاله دي مختلف شويه عن اللي احنا قلناه في الميكانيكال فيبر كومبريشن. ليه؟ لان هنا اهوت هيعتبر ده يعتبر زي كوندنسر. زي ما هنشوف ليه كوندنسر، عشان كده مكتوب هنا كوندنسر. خلينا ماشيين مع الدياجرام واحده واحده. الانتيك سي ووتر هيدخل هيكتسب حراره. الاحظ ان في هنا كولينج سي ووتر، يبقى انا عندي هنا الانتيك سي ووتر في كميه ميه زايده عن السيستم محتاجها بغرض التبريد. يبقى انا عندي هنا في كميه هتدخل تعمل فيد للإفابوريتور، وفي كميه هتخلص منها ككولينج ووتر، كان الغرض منها فقط هي عمليه التبريد. طيب ايه اللي حصل بقى في الإفابوريتور؟ هيدخل طبعا على مجموعه النوزل اللي هي هتوزع الميه او هترش الميه على الهيت اكسشينجر. طيب وبعدين هتتبخر هذه الميه بمجرد تلامسها مع المواسير السخنه، هتبدا تتبخر، هتعدي على الديمستر زي ما احنا متعودين، هتدخل فوق هنا في الايه؟ في الفيبر فوليوم. ده الفيبر فوليوم يبقى ده هو حجم في الايفابوريتور بيحتوي على البخار الناتج. البخار الناتج زي ما هنشوف كده بيبدا يتسحب. بيتسحب يروح فين؟ في جزء منه بيسحبه الستيم جيت اجكتور. طب بيسحبه ازاي؟ انا عندي موتيف ستيم، يبقى في كميه من الستيم ماشيه في الجيت اجكتور علشان تسحب جزء من البخار الناتج من الايفابوريتور. جميل جدا. وبعدين الجزء ده لا بينضغط عن طريق الجيت اجكتور ده، عن طريق التغير في الاريا زي ما انتم عارفين. بعد كده خلاص تم انضغاطه، فبيدخل هو كسورس للايه؟ للهيتنج. يبقى هو ده الهيتنج ستيم اللي هيمشي في البايبس او في التيوبس بتاعت الهيت اكسشينجر بتاعت الايفابوريتور. تمام. بس احنا قلنا هو بيسحب جزء. طب الجزء الثاني بيروح فين؟ الجزء الثاني بيدخل على الهيت اكسشينجر الاولاني اللي احنا قلنا عليه ايه؟ كوندنسر. عشان كده احنا بنقول عليه كوندنسر. وعشان كده كمان الانتيك سي ووتر في كميه ميه بزياده من اجل التبريد. ليه؟ لان هي محتاج ان انا الجزء الثاني اللي اتسحب ده من الايفابوريتور، اللي هو جزء الفيبر اللي اتسحب من الايفابوريتور، محتاج ان انا اكثفه. فبالتالي هيتكثف بميه الايه؟ بميه الانتيك او التبريد، وينزل هنا عندي كبرودكت فريش ووتر. طيب نرجع تاني للدوره الثانيه. يبقى الموتيف ستيم سحب جزء من البرودكت ستيم واستخدمه في عمليه التسخين. خلاص. طب لما استخدم في عمليه التسخين طبعا هيحصل هنا ايه؟ لما الفيد ووتر بيتم توزيعه جوه او بيتم رشه هيتبخر ويعدي على الديمستر ويدخل ويحتفظ بيه في الفوليوم بتاع الفيبر. ويتبقى عندي هنا البراين. البراين بيتسحب ونتخلص منه. طيب الهيتنج ستيم اللي هو اساسا هو جزء من البرودكت ستيم، بس انا لما ضغطته اعتبرته هو الهيتنج ستيم بتاعي، هيتكثف برضه في نهايه الايه؟ الدوره بتاعته داخل الفيبريتور، هيتكثف ويخرج عندي هنا هو كوندنسد برودكت، يتجمع مع الكوندنسد برودكت اللي هو جاي من الكوندنسر، ويبقى ده البرودكت بتاعي. ما انساش ان انا في جزء من الستيم كان جاي لي اصلا كموتيف ستيم، يبقى ده كوندنسد موتيف ستيم لو انا جيت اتكلم عنها كبالانس، والجزء الثاني اللي هو بتاع البرودكت بيتجمع كبرودكت فريش وود. اتمنى تكون الامور واضحه. يبقى هنقولها بتاني بشكل سريع. الانتيك سي ووتر بيدخل على الكوندنسر. الانتيك سي ووتر بيدخل على الكوندنسر، وبيبقى الانتيك سي ووتر بيبقى عباره عن الفيد سي ووتر زائد كولينج سي ووتر. يبقى لو جيت اعمل بالانس كده للسولت ووتر اللي داخل، هو الانتيك سي ووتر اتقسم لجزئين، فيد سي ووتر وفي الكولينج سي ووتر اللي هيرجع تاني للمصدر. تمام. طيب الفيد سي ووتر دخل على الايفابوريتور، حصل ان هو اتوزع عن طريق النوزلز دي على المواسير اللي هي الفولينج فيلم هوريزونتال تيوبس. تمام.
فيحصل له تبخير، حصل له تبخير يعدي على الديمستر عشان يتخلص من اي رذاذ محتمل ويتبقى في الفوليوم بتاع الفيبر ده. بعد كده عند الستيم جيت اجيكتور عن طريق الموتيف ستيم هيسحب جزء من الفيبر الناتج ويضغطه ويبقى هو السورس اللي ماشي في الفولينج فيلم هوريزونتال تيوبس اللي هو المصدر الرئيسي في الافيبريتور وبعد كده الجزء الثاني اللي ما اتسحبش عن طريق الاجيكتور بيدخل على الكوندنسر على اساس ان هو يكثفه ويبقى جزء من البرودكت، جزء من البرودكت اللي هو هنا. طيب والجزء الثاني اللي هو استخدمته كهيتنج ستيم بيتكثف في نهايه عمليه الايفابوريشن وبيضم على الجزء ده بحيث ان هو في النهايه بيديني البرودكت النهائي الكلي، وبيبقى عندي الجزء اللي هو بتاع الكوندنسد ستيم اللي هو الموتيف اللي بيستخدم كموتيف او بيستخدم في انضغاط البخار. الفيد هيت هيتر يعتبر هو الهيت سينك يونت اللي هتغذي الحرارة او هتسحب الحرارة، بتستخدم كاونتر كارنت سيرفيس كوندنسر او هو يعتبر كاونتر كارنت هيت اكسشينجر، تمام، اللي هو بيخلي النون كوندنسابل جازز التمبريتشر بتاعتها قريبة جدا للتمبريتشر بتاع الفيد ووتر. طب انا عاوزها تبقى قريبه للفيد ووتر علشان اقلل الليكج اللي ممكن يحصل للبخار مع هذه الجاز، ما هو الجاز دي وانا بسحبها ممكن يطلع معاها جزء من البخار، يبقى دي خساره في المنتج اللي انا انتجته، الا اذا كانت درجه الحراره بتاعتها منخفضه فبالتالي هتخلي الجاز الفيبر اللي ممكن يهرب مع الجاز دي يكون في أقل ما يمكن. طبعا بتتميز الثيرمال فيبر كومبريشن بان هي سيمبل اوبريشن، ما هيش غالية في عملية الصيانة، مش معقدة، ما فيهاش موفينج بارتس، ما فيهاش كومبريسور او ما فيهاش ميكانيكال كومبريسور، انما هي فيري ليميتد، محدودة جدا الاستخدام في الاندستريال سكيل. انما هي ممكن زي ما اتفقنا في المقدمه ان هي ممكن يحصل كومباينيشن مع طرق تانية زي الام اي دي. هنبدا نشوف ازاي نعمل كومباينيشن ما بين الام اي دي مالتيبل افكت ديستليشن مع مثلا الميكانيكال فيبر كومبريشن. نفتكر كده مع بعض الام اي دي كان ايه الموضوع. مالتيبل افكت ديستليشن كانت عباره عن اكتر من افكت او اكتر من تاثير. كان الافكت الاولاني بيجي له مصدر حراره خارجي من البويلر عن طريق ستيم جاي من بويلر، بيسخن الافكت الاولانيه لحد ما تنتج نفسها، هي تنتج بخار، البخار ده هيستخدم في الافكت الثانيه كمصدر الحراره بتاعها. فاكرين الكلام ده؟ طيب انا ممكن اعمل ايه بقى؟ انا اخلي الفيرست افكت بتاع الام اي دي يكتسب حرارته او ياخد حرارته من الميكانيكال فيبر كومبريشن سيستم. خلاص؟ يبقى الانتاير فيبر فورمد ان ذا لاست افكت هاجي على اللاست افكت اخر افكت خالص في الام اي دي اعمل له كومبريشن،
اعمل له كومبريشن عن طريق كومبريسور. خلاص، لما اعمل له كومبريشن هيبقى هو ده مصدر الحراره للفيرست افكت بديلا عن المصدر الخارجي، بديلا عن المصدر الخارجي. نبص مع بعض كده. كان عندي اول افكت ده بيجي لها مصدر حراره خارجي من بويلر، لا انا مش هيحصل كده دلوقتي. خلينا نبص من اخر افكت، احنا نعتبر ان ده عدد الافكتس بتاعته ان افكت، فبيبقى خارج هنا البراين ريجكتد براين، وخارج الايه الديستلت. بيستخدم تو بري هيترز زي ما احنا شايفين، بيبقى داخل الانتيك سي ووتر، يدخل على البري هيترز، بعد كده يدخل يغذي. نفتكر بقى مع بعض طريقه التغذيه دي كانت في الام دي اسمها ايه؟ اسمها بارل. خلاص؟ لان هو ماشي بالتوازي. و البخار الناتج عن اخر افكت بيدخل على الكمبريسور يضغط ويبقى هو ده مصدر الحراره للافكت الاولاني. برضو بنبقى حريصين على النون كوندنسابل جازز ان انا اشيلها عن طريق الستيم جيت اجيكتور. خلاص، يبقى ده الام اي دي. كل الفرق ان هو كان الام دي لوحده بيبقى اول افكت بياخد مصدر حراره خارجي عن طريق بويلر او عن طريق ستيم جاي له من بويلر، انما هنا لا، انا هخلي اخر افكت عندي الفيبر اللي خارج منه هعمل له انضغاط عن طريق الكمبريسور ويرجع يبقى هو مصدر الحراره للفيرست افكت. لو شفنا بقى كومباينيشن ما بين المالتيبل افكت ديستليشن الام اي دي مع الثيرمال، هي نفس الفكره بالظبط، ان انا باخد البخار من اخر افكت، نشوف الانتيك سي ووتر داخل على الكوندنسر زي ما اتفقنا. ليه كوندنسر؟ لان هو بيكثف جزء من البرودكت اللي ناتج اهوت، جزء منه بيدخل يتكثف هنا ويبقى هو جزء من البرودكت، والجزء الثاني بيروح فين؟ الجزء الثاني بيسحبه الموتيف ستريم ويضغطه بحيث ان هو يبقى مصدر الحراره للفيرست افكت. تمام؟ ويرجع ده يتكثف اهو ديستلت مع الجزء اللي اتكثف فين؟ من بيضم معاه الجزء اللي اتكثف في الكوندنسر، يبقى جزء اتكثف من الكوندنسر مع الجزء اللي اتكثف هنا اهوت، يبقى ده الديستلت او ده البرودكت بتاعي. تمام؟ بس بكده يبقى احنا ايه؟ يعني شفنا المحاضره دي الفيبر كومبريشن ازاي استخدمه في عمليه التحليه، ان انا ما بستخدمش مصدر حراره خارجي او مصدر بخار خارجي، لا بستخدم البخار الناتج وبضغطه علشان يتكثف عند درجه حراره اعلى من درجه غليان الميه المالحه بتاعت الفيد. وشفنا الطريقتين، ممكن اعمل كومبريشن عن طريق بطريقه ميكانيكال عن طريق كومبريسور، او بطريقه ثيرمال عن طريق ستيم جيت اجيكتور، وبيبقى فيه موتيف ستريم بيسحب الفيبور ويعمل له انضغاط بطريقه حراريه، وبرضه بيستخدم كمصدر حراره للسيستم. شفنا كومباينيشن ما بين الام اي دي المالتيبل افكت ديستليشن وميكانيكال فيبر كومبريشن وبعدين الثيرمال فيبر كومبريشن. كده نقول شكرا، وإن شاء الله نلتقي المحاضرة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.